20,000 إسرائيلي تقدموا للجنسية البرتغالية في 2022. ما القصة؟ قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن أكثر من 20,000 إسرائيلي تقدموا للحصول على الجنسية البرتغالية العام الماضي، ويعود السبب في إقبال الإسرائيليين على البرتغال لانخفاض الضرائب وميزات التنقل وتكلفة المعيشة الأقل من إسرائيل. ورجحت الصحيفة سبب إقبال الإسرائيليين على الجنسية الثانية بأنهم يرغبون في إعداد الخطة ب في حال تحولت الأمور في إسرائيل إلى الأسوأ في ظل وجود حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.